الأميرة غريس بوت. فروكي، حبستنا في الشرفة بالخطأ. فكر في طريقة نخرج بها. وبينما تستغرق في التفكير، سأرى إن كنا نستطيع النزول من هنا. سأطلب المساعدة من ترو. لا، لا أريد، لكنني مضطرة. لا أريد ذلك. أستطيع، لن أفعل. مرحبا ترو. مرحبا جريزيلدا. أنا عالقة على شرفتي الآن. أستطيع أن أنزل بنفسي طبعا، ولكن إن أردت يمكنك أن تساعديني. سنكون هناك حالا. على المثلجات أن تنتظر يا بي. إيه؟ أمزح فقط. دعابة جيدة، خدعتني تماماً. لا أزال عالقة على الشرفة. قادمان يا جريزيلدا. جريزيلدا، اقفزي إلى داخل فلوتو. لماذا أقوم بالأعمال الصعبة؟ شكراً فلوتو، تستحق بعض الراحة. كان بإمكاني حقاً النزول وحدي، لكنني فضلت أن ألعب مع صديقة، أتعلمين؟ أوه عجباً، شكراً. الاتصال بترو كان فكرتي أنا. لا أسمعكم جيداً، أعيدوا ما قلتم. مؤكد تحبين الهتافات. من المدهش؟ أنا سعيدة لأنهم سعداء، لكني أحب المساعدة. بالتأكيد المساعدة أمر جيد، ولكن ذاك التصفيق هو هدف المساعدة، صح؟ لا، أحب المساعدة فقط. أوه، هاي ترو. أنا لا أفهم. بالتأكيد الجميع يهتفون لترو، ولكن لديها الأمنيات التي تساعدها على مساعدة الناس. هل لدي شيء مدهش كأمانيها؟ هل لدي؟ أنتم؟ أليجريزمو؟ هاي، أنتم على حق. ترو لديها أمنيات، ولكن أنا لدي أليجريزمو. ولدي عمل مناسب لكم. شكراً سيدتي الآلية. لا داعي للشكر. العفو.
لك الهتاف من أجلي؟ اطمئنوا، غريزموند سوف تنقذكم. أعلم، أعلم أنني مدهشة. لا تتوقفوا. تذكروا أن تخبروا الجميع عن بصلاتكم الجديدة. لم أتناول غداءً كهذا من قبل. غداءً دائرياً بشكل كامل، حيث يكون كل شيء كروياً. فاكهة رولي، وكرة كرانشو، وفطيرة جلوبي، وعصيرك المفضل، كرة عصير زازوني. إن كانت دائرية، ستسقط في معدتي. إنها دائرية بالتأكيد. شيء ما يحدث في الخارج. غريزيلدا، تبدين مختلفة. أهوى شعرك؟ لاحظت ذلك؟ شو؟ لم أتصور أن أراك هنا في هذا الشارع. أنت تعلمين أنني أعيش هنا، أنت تزورينني دائما. ممتاز، عودي إلى البيت فقط ونامي. سننهي غداءنا. تستطيعين أنت وأمنيتك أن تأخذوا اليوم إجازة. الأميرة غريزيلدا ستتولى المساعدة. شكرا. سيكون ذلك سهلا. منزلي. أوبس. هل نودع مملكة قوس قزح الآن أم ننتظر حتى تحطمها كلياً؟ إن كانت غريزيلدا تريد مساعدة الناس فهذا أمر جيد، صحيح؟ نعم، ترو، بالتأكيد، بكل تأكيد. يكفي ما قدمته من مساعدة، أنا لطيفة جداً مع الناس. مصاصة طرية؟ هل أنت مستعد لتناول الفطور؟ إنه فطور مربعي، مكعبات فاكهة، شطائر مربعة، مكعبات مقرمشة، وقوالب بودينغ مربعة. لن يتدحرج الطعام هذه. وقع ولم يتدحرج. لماذا؟ ظننتها تريد فعل الخير. هذه الأفعال ليست خيرة. أتفق معك، الرقص هكذا لا يفيد أحداً. تلك ليست غريزيلدا، إنه فروكي. ذاك الكلب لا يملك رخصة لقيادة آلية عملاقة على شكل أميرة. هيا بي. أين ذهبت الآلية؟ ترو، لا أستطيع أن أجد أميرتي الرائعة الآلية غريزيلدا. انسي الأمر. فروكي. يا عزيزي، يجب أن تنزل من هناك. فروكي. ماذا سنفعل؟ آلياتي، طبعاً. أنتم كبار الحجم وأقوياء، هل تستطيعون إيقاف الآلية العملاقة من أجلنا؟ آلياتي بارعون بلعب الكرة، لكن ليس في إيقاف الآليين. الأميرة غريزيلدا أكبر بكثير من أن نوقفها وحدنا. نحتاج إلى الأمان. كيوميولو. إلى شجرة الأمان كيوميولو.
سارة؟ زي، هناك أميرة آلية عملاقة طليقة، نحتاج إلى مساعدة الأماني بسرعة. ترو، لا تخبري الأماني بأني هنا. ما قصة مجسم زي؟ إنه يظل مع الأماني عندما لا أكون موجودا. مجسمك بدا مسطحا قليلا زي. المسطح زي. سأصمم مجسمي. عدي إلى حجراتك الصغيرة. هل تحتاجين مساعدة ترو؟ نعم، تحتاج ترو مساعدة. هناك مشكلة مع غريزبوت. الأميرة غريزبوت، الآلية العملاقة الرائعة التي صنعها لغريزمولي. آلية عملاقة؟ نعم، وهذه الآلية نوعاً ما تكون... خرجت عن السيطرة. مؤكد سنجد حلاً. لنجلس ونفكر في الأمر. غريزلدا؟ أنا لا أجلس فوق الفطر، ولكن لماذا نجلس في وقت كهذا؟ للتفكير في حلول جيدة. على كل حال، خرجت غريزبوت عن السيطرة وفروكي عالق داخلها. بدأت تحطم الأشياء في مدينة قوس قزح. كيف تنوين إصلاح المشكلة؟ حسناً، أحتاج إلى أمنية لإيقاف غريزبوت عن الدوس هنا وهناك، ولكني أريد أيضاً الحفاظ على سلامة مدينة قوس قزح وفروكي. فروكي يصبح نازقاً عندما يفوت مداعبتي لبطنه. شجرة الأماني تستطيع المساعدة. مع غريزبوت وليس فروكي. سمعتك شجرة الأماني ترو، حان الوقت لتحصلي على أمنياتك الثلاث. أنا جاهزة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني أمنياتك الرائعة. شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة. شاركيني رجائي يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزات. هل كان ذلك مدهشاً أم ماذا؟ أعتقد أنه كان مدهشاً قليلاً. قليلاً؟ حسناً، مدهشاً جداً. أمنيات مثيرة للاهتمام. لنبحث في موسوعة الأماني. هذا مدهش. شكراً. أمنيتك الأولى جلوبو، يصنع طبقة من اللاصق، أي شيء يمكن أن يلتصق به. يجب أن يكون قوياً جداً إن كان سيثبت الأميرة غريزبوت. أمنيتك الثانية برينجيت، مغناطيس قوي جداً، يستطيع جذب أي شيء معدني. تقصد مثل غريزبوت؟ إياك أن تخدشها وإلا. أمنيتك الثالثة زيليون، يستطيع صنع نسخ عن شيء واحد يحوله إلى أشياء كثيرة. إذن إن كان لدي ماسة، سأحولها إلى عدد كبير من الماسات، أو نستخدمه ليساعدنا في إيقاف الأميرة غريزبوت بطريقة ما. أوه ذاك، أكيد. شكراً زي، وشكراً يا شجرة الأمان لأنك شاركتني أمنياتك. حظاً موفقاً. أمسكي بغريزبوت. أتعلم؟ قد يكون البقاء هنا أكثر روعة مع قليل من اللمعان والجواهر. لا شكراً. شكراً لك يا ميلو. غريزبوت! انتبهوا! أعتقد أن فروكي سمعني. إنها فرصتنا الآن لنرى إن كان جلوبو يستطيع جعل غريزبوت تلتصق. زيب زاب زو، أنا أخبارك. استيقظ جلوبو وحقق أمنيتي. مرحبا جلوبو، هل ستساعدني؟ إذا لنجعل هذا الطريق لاصقا جدا. ممتاز.
الآن غريزبوت الملتصقة. الأميرة الملتصقة. مياو. تقصدين الأميرة غير الملتصقة؟ تناسب ثوبك على الإطلاق. ساعدوني. مسكين بارتلبي، سأخفف سرعة تلك الآلية ولدي أمنية تحقق ذلك. زف زعب زو، أنا أختارك. استيقظ برينجت، أحقق أمنيتي. مستعد للمساعدة؟ حسناً برينجت، أرني إلى أي حد تستطيع جذب المعادن نحوك. خفت سرعتها، سأتفادى ذلك بحركات النينجا. قد أحتاج إلى المساعدة. سأساعدك بكلتا يدي. إلى جانب قوة مخالب القط. نحن ننجح يا برينجت، هيا. أعتقد أنك استهلكت كل طاقتك. شكراً برينجت، وشكراً على مساعدتك يا جلوبو. إلى أين تذهب؟ أخيراً إنها تعود إلى قلعتي. إنها تعود إلى قلعتي. ترو، افعلي شيئاً. كيومينا. إلى قلعة غريزيلدا لطفاً، بأسرع ما تستطيع. تلك الآلية دائمة الحركة. كيف سنوقفها ترو؟ استهلكنا أمنيتين. حسناً، أمنيتي الثالثة زيليون، يستطيع مضاعفة الأشياء. كيف نستخدم ذلك لإيقاف الأميرة غريزبوت؟ ليس الآلية من علينا أن نوقف، وإنما فروكي. سنضاعف شيئاً يحبه فروكي كثيراً. حسناً، يحبني أنا. ويحب الألعاب الرنانة. ويحبني. بارتلبي، هذه هي. فروكي يحبك كثيراً. إن أعطيناه المزيد منك، فإنه سيخرج ويوقف الأميرة غريزبوت، وهكذا سننقذ قلعة غريزيلدا. بعض اللعاب لن يؤذي أحداً، وسيحب العالم أن يكون فيه المزيد مني. شكراً كيوميلو. هل أنت مستعد لتكون قططاً أكثر من أي وقت مضى؟ نعم، حرري نسخي القططية. زيف زعب زو، أنا أختارك. استيقظ زيليون، أحقق أمنيتي. زيليون، هل صنعت لنا المزيد من بارتلبي؟ شكراً. هذا لن يؤذي على الإطلاق. ماذا؟ أشد وسامة بثلاث مرات. حسناً يا قططبي، قفوا أمام غريزبوت ليتمكن فروكي من رؤيتكم. مفهوم. فروكي، أنا هنا. من يريد أن يقبلني؟ أنا هنا فروكي. فروكي، فروكي. إنها لا تتوقف. هل أوصلتموني إلى هناك؟ واحد، اثنان، ثلاثة، انطلقي يا قطط النينجا. الآن. شكراً بارتلبي، أقصد يا قطط بارتلبي. سأتحدث باسم الجميع وأقول لا مشكلة. هيا فروكي، هيا. أنت طيب يا فروكي. لم تتوقف غريزبوت. خذ يا بارتلبي، أنزل فروكي. أمسكت بك. قطط النينجا رائعة. فروكي.
يجب أن أخرج لعبة فلوكي. أوه، سوف تدوس الأميرة فلوكي إن لم يتصرف أحد ما. أنا سأتصرف. فلوكي. أوه، كادوا أنجح. أميرة غريزبوك، سأهجر الآلية. غريزلدا، هل أنقذت فلوكي؟ كان ذلك رائعا. نعم، كنت رائعة جدا، أليس كذلك؟ لكن لم يرني أحد أفعل ذلك باستثنائكم. لا، ولكن كيف تشعرين؟ بالواقع شعور مميز لسبب ما. أستطيع الاعتياد على هذا. دمرت الأميرة غريزبوك. لا بأس، سوف أصنع واحدة أخرى. لا أمزح، سأبني تمثالاً عملاقاً على هيئتي. التماثيل لا تلوس أحداً. لا 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 لا. هل أنت مستعد لتجعل زيليون يعيدك إلى بارتلبي واحد يا بارتلبي؟ ليس بعد، سأدع فروكي ينتهي منهما أولاً. أرجوك لا. القفزة الخضراء الكبيرة. هل أستطيع النظر الآن؟ رجاء ترو، أيمكن ذلك؟ حسناً، هل أستطيع أن أنظر؟ أرجوك 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 ترو. حسناً، افتح عينيك ترو. إنها أكثر، أقصد إنها كيف؟ حسناً، ليس لدي أي فكرة. ما هذا؟ إنه اختراعي لمعرض ميكر شيكر، وأسميته فقاعة قلب للتعبير عن المحبة. إنه مذهل، أحببته. شاهد هذا، انتظر. هل هذه دوامات سكر براقة؟ قلب أهولي؟ بل أفضل من ذلك، إنه قلب تستطيع أكله. تعرفين طريقة لقلبي يا ترو. ستربحين شريط شعاع الشمس بالتأكيد. شكراً بي، سيكون من الجميل أن أربح، لكنني متحمسة لأرى ما صنع الآخرون. ترو، سمعت للتو عن ميكر شيكر، ساعديني بالفوز بشريط شعاع الشمس. غريزلدا، يمكنك ربحه دون مساعدتي، لطالما قمت بصنع أشياء رائعة مثل غريزبوك الضخم. لا تفعلي ذلك ترو. أو ربما غريزبوك الصغير الذي لا يدوس الناس. غريزبوك أصبح قديماً، أحاول التفكير بشيء جديد، لكن الكريسماس يصدرون ضجة وهم يحفرون صورتي. لا تشبهني أبداً. أعيد العمل، نتكلم لاحقاً ترو. ما هذا؟ بلورات خضراء مقرف، أريد اللون الوردي. بشع. بلورات خضراء قافزة، الآن سأعمل على هذا. أريدك. حسناً أنت، أريد منك أن تصنع لي اختراعاً. ألف تحية فضية لكم، أهلاً بكم في معرض ميكر شيكر. سيأخذ الفائز معه شريط شعاع الشمس المذهل. والآن لا تنسوا أن تصوتوا لاختراعكم المفضل. أوه، وهذا يتضمنني أنا، اختراع نيلي. هذا رائع يا ترو. ما هذا؟ يدعى فقاعة قلب للتعبير عن المحبة. أوه، وكيف يعمل؟ اسمح لي بأن أريك. آلية عمل مذهلة ووجبة خفيفة أيضاً. إنه قلب شهي، أعبر عن محبتي لك أيضاً. والآن دعونا نرى ما اخترعه الآخرون. أجل، هيا بنا.
يا لجمالها، نافورة مهدئة. انظروا كيف يخرج الماء مباشرة من الصخور. مرحبا. أهلا ميلا، ما هو اختراعك؟ أفكرت أن تحية واحدة برفع اليد ليست كافية؟ دائما. إذن ستحبين هذا، أقدم لك قبعة تحية الكف إذا أردت أن تحيي أكثر. نابض بأكف للتحية. 1، 2، 3، 4، 5. قبعتك تزيد حجم المرح. من يريد تجربة عصير فقاعات زازولي؟ آلة فقاعات العصير؟ يجب أن أرى كيف يعمل هذا الشيء. يمكنك ذلك، سأضغط على هذا الزر هنا فقط فتفور الفقاعات وتخرج من هنا. تدغدغ. المعذرة، صحة وعافية. صحة وعافية. المعذرة. مرحبا أيها المساعدون الصغار، ما هو اختراعكم؟ هذا مذهل بحق. حصلت على جهاز تنظيف لي. وهذا أيضا مذهل بحق. انظر بي، إنه اختراع غريزيلدا، لنذهب ونتفقده. بلينك بلينك قافزة، وأنت ستحصلين على بلينك بلينك، وأنت ستحصل على واحدة. مرحا. شكراً غريزيلدا. واو، إنها تقفز بشدة. أي يمكنك أن توقعي على كرة بلينك بلينك؟ أها بالطبع. وأنا أيضا بلينك بلينك قافزة، اخترعتها الأميرة غريزيلدا. غريزيلدا، هل أريتني كيف تعمل آلتك؟ ماذا؟ لا أعرف كيف تعمل، ولا أهتم مطلقاً بالتفاصيل. التفاصيل هي اختصاصي. حسناً، دعنا نرى الآن. أولاً يحمل الجريزموس البلورات الخضراء ويصعدون السلم ويضعونها في القافز. وكما يبدو أن جميع البلورات تسحق لتتحول إلى مادة لزجة خضراء. صحيح، وتدور هذه المادة اللزجة على شكل كرة وتخرج من مقدمة الآلة. ما هذا الصوت؟ ترمى المياه الخضراء في النهر؟ هذا لا يبدو تصرفاً صحيحاً. لا أعتقد أن هذا شيء طبيعي. علينا أن نسأل غريزيلدا. غريزيلدا، هل كنت تعلمين أن... أنني المخترعة الأفضل؟ أجل، وجه مبتسم. أتريدين أن أوقع لك؟ في الحقيقة يا غريزيلدا، كنت مع بي وراء آلتك، ويبدو أن... أن آلتي رائعة من الخلف؟ حسناً، في الحقيقة يوجد شيء أخضر. نقوش منقطة على الكرات؟ عادة لا أحب الأخضر، ولكن هذه النقشات جميلة جداً. وجه يغمز؟ إذن هل سنخبرها عن مشكلة المياه الخضراء؟ لست أدري، تبدو غريزيلدا مستمتعة بهذا، لا أريد تخريب ذلك عليها. هيا، دعنا نذهب لنرى من سيربح شريط شعاع الشمس. ربما تكون المياه الخضراء مفيدة للنهر. أنا سعيد جداً بإعلان الاختراع الأفضل في معرض ميكر شيكر. الفائز بشريط شعاع الشمس هو رجاء غريزيلدا باختراعها بلينج بلينج القافزة. تهنيه يا غريزيلدا، كنت واثقة من فوزك. أرغب بشكر من ساعدني، ولكن بما أنني عملت وحدي فأنا أشكر نفسي. من أين أتتك فكرة بلينج بلينج القافزة؟ إنها ممتعة وجميلة للغاية. تقريبا اعتمدت على نفسي بكل شيء. غريزيلدا 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 غريزيلدا. لم أرى هذا من قبل، ولا هذا، وخاصة هذا. تبدو مثل بلينج بلينج، وأنت تبدين مثل بلينج بلينج.
بلينج بلينج، القافزة كبيرة فعلاً. ليسوا بلينج بلينج، إنهم أشخاص. عجباً، هذه المياه قد رأت. هذا مزعج. ملك قوس قزح، هل أنت بخير؟ أنا بخير، مبلل قليلاً. وأشعر كأنني دائري وقافز. حسناً، ما الذي يجري الآن؟ يتحول الناس إلى بلينج بلينج قافزة. أعيدي ما قلته. حدث ذلك مع ملك قوس قزح بعد أن تم رشه بمياه النهر الخضراء تلك. آلة غريزيلدا، علينا إيقاف الآلة قبل أن يتحول الجميع إلى بلينج بلينج. فلنطلب من غريزيلدا أن تقوم بإطفاء الآلة. غريزيلدا، لا نستطيع. لما لا؟ إنها تستمتع كثيراً بالأمر، وهي لا تعرف كيف تعمل هذه الآلة. لن يكون إخبارها بالأمر المفيد. وجه مبتسم. كيف سنوقف الماء إذن؟ حسناً، نحن نعلم كيف تعمل. يمكننا إصلاحها. تعال، شد معي. لما وضعت صنبوراً دواراً؟ إن كان لن يدور. علينا إيقاف ما يجري. سنستعين بالأمان. أوكيميلو، خذينا إلى شجرة الأمان من فضلك. سيف، لدينا مشكلة كبيرة. ترو، بارتلبي، هل رأيتما كرات بلينج بلينج القافزة؟ إنها ممتعة. إنها كذلك، ولكن الناس يصبحون مثلها. روعة، شيء ممتع أكثر. لكنك تبدين قلقة، اشرح الأمر. آلة غريزيلدا تحول الماء للون الأخضر، وبعض الناس يرشون به ويصبحون نقوشا منقطة. والأسوأ أنهم يتضخمون، وبعدها يبدأون بالقفز والقفز والقفز مثل بلينج بلينج القافزة. يا للعجب، دعونا نجلس ونفكر. حسناً ترو، كيف تساعدك شجرة الأمان؟ حسناً غريزيلدا، فخورة جداً باختراعها. نحتاج طريقة نوقف بها المياه الخضراء دون إخبارها. حسناً، متأكد تستطيعين هذا. ونحتاج أيضاً طريقة لإيقاف قفز السكان. سوف يقفزون إلى الأبد إن لم نعدهم إلى طبيعتهم. سمعتك شجرة الأمان ترو، وقت حصولك على أمنياتك. أنا جاهزة. يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، شاركيني أمانيك المذهلة. شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جداً صغيرة. شاركيني رجاءً يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية معاً نصنع المعجزة. يوبدني. بالقوة السحرية معاً نصنع المعجزة. هذه الأماني مذهلة ترو، لنرى ماذا ستقول الموسوعة عنها. الأمنية الأولى، تاي تاي، يستطيع أن يعقد نفسه بأي شكل من الأشكال. ممتاز، تاي تاي يعقد نهاية الأنبوب المفتوحة. تاي تاي، أوه، يملك بامبرشوت قوة قفز مظلية رائعة. يمكن أن يهبط بك للأسفل بأمان من أي ارتفاع. يمكن لبامبرشوت التقاط الناس القافزين. بامبرشوت، أوه، هذه واحدة من أمانية المفضلة، كيو بيجلي. تسعدني رؤيتك مجدداً. كيو بيجلي، لكيو بيجلي جسم هلامي مهتز، يستطيع امتصاص أي شيء. لا أدري كيف يمكنه إيقاف المياه الخضراء أو حتى الناس القافزين، لكن مؤكد سنستفيد من مركزك اللزج. زو زب زعب، الأماني في حقيبتي. شكراً زي. إلى اللقاء. Oh, my God.
الخضراء. حان وقت أمنيتي الأولى. زب زاب زو أختارك. استيقظ تاي تاي. تحققي يا أمنية. مرحبا تاي تاي. أريد أن تعطي هذا الأنبوب عناقا كبيرا. نعم، وداعا أيتها المياه الخضراء. أين قبعة ميلا عندما تحتاجها؟ مرحبا. أريد أن أصبح قافزا. كيف حال الجميع؟ كل أحشائي تهتز. أنا متعبة. لا أستطيع أن أقفز أكثر. الأرق النيلي، إن ذلك يفسد قيلولتي الملكية. تماسكوا، سوف نجد حلا. أوكي مينو، خذينا للأعلى من فضلك. لا أمل من هذا مطلقاً كيميلو. حان وقت أمنيتي الثانية. زب زاب زو أختارك. استيقظ بامبرشوت. بامبرشوت تحققي يا أمنية. مرحباً يا بامبرشوت، أحتاج مساعدتك بالتقاط وإنزال هؤلاء الناس القافزين. بامبرشوت، هل هذا سيجدي نفعاً؟ هناك طريقة واحدة، اقلبي نفسك يا كيميلو. تمسك ببامبرشوت. حسناً بامبرشوت، الآن بامبرشوت. نجحنا، توقف الجميع عن القفز. ممتاز. شكراً يا درو لإيقاف قفزنا. لم أكن لأفعلها لولا بامبرشوت، كنت مفيداً للغاية. بامبرشوت، عد إلى الحقيبة الآن. حسناً، ابقوا ساكنين. إن تحركتم ستبدأون بالقفز مجدداً. ترو، أعتقد أن عقدة تاي تاي ستحل. أوه لا، حسناً، أعتقد أن الوقت قد حان لنخبر غريزيلدا بأن تطفئ آلتها. معدتي متقلبة. عصير زازوني يهدئ المعدة. ربما العصير سيهدئها. أعذروني، ها أشعر أنها أقل تقلباً. ها ولن هي أقل. ما اسمك؟ تفضل، الجرو اللطيف. أتالي. طابور طويل. غريزيلدا. 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 أذنا الأرنب. أتالي. لا تسمعنا، علينا أن نتجاوز هذا الحشد. يبدو لي أن هذا من اختصاص سيد تجاوز الحشود. اتبعيني. كدنا نصل. كم تريدون من المخرمشات ليكون دوري أنا وصديقتي لنرى الأميرة تالياً؟ بالطابور. التالي. 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 غريزيلدا. ما اسمك؟ إنها أنا. تفضلي، إنها أنا. علي إخبارك بشيء ما. علي إخبارك بشيء ما. اسم مميز. غريزيلدا، إنها أنا. ترو، آلتك تحول الناس إلى بلينك بلينك قافزة. ماذا؟ مستحيل، كيف الآلة أن تحولهم لكرات؟ حسناً. اسمحي لي ترو، عندما مرت البلورات الخضراء عبر الآلة لم تكن بلينج بلينج القافزة هي فقط ما يخرج منها. عبرت المياه الخضراء في المدينة وانتفخ أي مواطن قام بلمس تلك المياه وبدأوا بالقفز أعلى وأعلى. كان علينا نقفز على كيميلو للإمساك ببامبرشوت. هرعنا لإخبارك لتطفئ الآلة لكن لجريزمو رفضوا. رجوناهم ورفضوا، رجوناهم ثم رفضوا. كان علينا نقف في الدور حتى نقول لك غريزيلدا آلتك تحول الناس لبلينج بلينج. عمل جيد. ما الذي يحدث؟ سوف تنفجر.
الأطفال انخفض الجميع. أنا مرقطة بالأخدان ومنتفخة. ما الذي يحدث؟ أصبحت تقفز عالياً أكثر من البقية. كيميولو، الحقي بتلك الأميرة الكروية القافزة. إنها تقفز بهذا الاتجاه. أحتاج لإنقاذ الملكي. نحتاج أن نمسك بها. نحتاج لشيء قافز ولزج. يبدو شهياً. بالفعل، أليس كذلك؟ أنقذوني عوضاً عن الكلام. خذينا للأسفل كيميولو. حان وقت أمنية الثالثة. زبزابزو أختارك. استيقظي كيو بيجلي. تحققي أمنية. مرحبا كيو بيجلي. كيو بيجلي، ستسقط جريزيلدا على الأرض في أي لحظة، ونحتاج لتمسك بها. حسنا، من هذا الاتجاه. لا، من هنا. لليسار. من هنا. إلى يميني. لا، يساري أنا. حسناً. حسناً، هنا. نجحنا. نعم، عمل جيد كيو بيجلي. والآن لنعد بجريزيلدا للمعرض. علينا أن نلغي انتفاخ الجميع. ماذا الآن؟ نادراً ما تكون الأميرات مرقطات ولا يكن منتفخات ولا خضروات اللون بالتأكيد. لا تقلقي جريزيلدا، نريد فقط أن نجد طريقة لنلغي انتفاخ الجميع. رائع، لم تعودي منتفخة بعد الآن. لا، عصير فقاعات زوزوني أجدى نافعاً. المعذرة. أوه، سأشرب العصير. المعذرة. أيها المزارع، أعطني فقاعة العصير. فقاعة عصير قادمة إليك. ما بك؟ لم تتجشئي. أتمزح؟ التجشؤ ليس من عادات الأميرات. ولكن إن لم تتجشئي ستبقين منتفخة إلى الأبد. قد أقوم بأشياء عادة، ولكن لن أقوم مطلقا ب... أنا آسفة. حسنا، لن أقوم بذلك أبدا مجددا. عدت كما كنت. شكرا كيو بيجلي، وأنت أيضا تاي تاي، قدمتما مساعدة كبيرة. زو زب زعب، الأمان في حقيبتي. شكرا 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 شكرا. العفو جريزيلدا. وبخصوص آلتي، أعتذر لأنها سببت المشاكل. وأنا أعتذر أيضا جريزيلدا، كان ينبغي إخبارك عن المياه الخضراء منذ البداية. سأفتقد الصور والتواقيع وكل تلك التذكارات. لو أستطيع أن أتخلص من مشكلة المياه الخضراء. انتظري، لدي فكرة. نجح الأمر، آلة التنظيف أجدت نفعاً. أنت عبقرية ترو. شكراً بارتلبي، من الجيد رؤية كل شيء يعود لطبيعته. الثالث، وجه يعبر عن الطبيعة. مخلوقات غريزمو الرائعة. مرحباً بارتلبي الختمي. مرحباً ترو. باك 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 مياو. انظر، علبة. تحب القطط العلب، لكنها تحب كرات الصوف أكثر. الصوف؟ قلت صوف. ماذا سيحدث لبارتلبي الختمي؟ إنه لذيذ. ترو، أنت تأكلينني، لما؟ لم أستطع المقاومة، أنت شهي جدا. ولذيذ. حقا ترو؟ نعم، أحببت الطائرة المتألقة الذي رسمته. شكرا، قمنا بأعمال فنية رائعة اليوم، وكانت تمطر في الخارج. لكنها لم تعد تمطر الآن. رائع، أشرقت الشمس. هل نقلنا جلستنا الفنية خارجا؟ طبعا أريد. أوبس.
بخير؟ أنا بخير، لقد انزلقت بسبب قطعة الخطم. إنها حلوى عديمة الإحساس، لم تدخل إلى فمي. ترو، تلطخ الباب. ماذا؟ يبدو هذا رائعاً، انظر كم أصبح لامعاً. والآن أصبح مدهشاً أكثر. إنه يشبه منزلنا، ولكنه لامع أكثر. واو، إنه باب رائع يا ترو. مميز جداً. رائع، إنه باب مدهش. أعتقد أننا بدأنا بشيء جديد. أنا أعتقد أنك محقة. رائع، انظر إلى كل أبواب الحي، إنها باهرة جداً. هذا رائع، هناك فن جميل في كل مكان. انظري ترو، إنها لوحة لي أنا. هذا لطيف للغاية. إنها بطاطا. يبدو أن الجميع يصنعون أبواباً لامعة اليوم، فروكي. لنرى ماذا حل بباب أنا. أيتها الإغريزمو، أروني ما فعلتموه لتدهشوا أميرتكم. الجريزمو، هذا ليس لامعاً. نحن على قمة جبل، يجب أن يكون بابي لامعاً جداً بحيث يراه الناس في كل أنحاء المملكة. وجدتها، سألمعه بالكريستال. وليس الباب فقط، سوف أبني برجاً من الكريستال حتى يراه الجميع. أعثر على أكثر كريستال لامعاً على الإطلاق وابدأ العمل. يومي حتى أحصل على عناق من شخص تعرفينه. من الملك؟ إنه مشغول دائماً، ولكن هناك وقت للدغدغات. انتبهي لفرائي، هذا يدغدغ. أنا متشوقة لرؤية أبواب الجميع. كيف سأكل الذرة وأنا لا أراها؟ ما الذي يحدث؟ الشمس ساطعة أكثر من اللازم، لا أصدق أن يقول هذا. الشمس ساطعة؟ ما الأمر ترو؟ لا أعلم أبداً. مهلاً، انظر، ذاك السطوع ليس من الشمس، إنه يصدر من قلعة غريزيلدا. حقاً، لا أرى شيئاً. أجل، أنا أراها. إنها تبدو أكثر سطوعاً وإشراقاً، يجب أن نصعد ونكتشف ما الذي يحدث. هذا يحجب المطر والشمس. نعم، أنا مستعد. كيوميلا، نحن هنا يا صديقي، هيا. كيوميلا أيها المسكين، هل تؤذي أشعة الشمس عينيك أيضا؟ الطيران صعب عندما تكون الشمس بهذا السطوع. صديقي، ارتدي هذه إنها تناسبك. لنذهب إلى قلعة غريزيلدا. وداعا صديقي. فروكي، أخبرتك سابقا لا تلوثني بلعابك، أعرف أنك تحبني. تريدين إعطائي مكافأة أكثر قلعة ساطعة؟ لا شيء يمكن أن يكون أكثر لمعانا من برج الكريستالي. لا، لم تكن هذه مسابقة. لا يمكن ذلك، الجميع فعل هذا. إذن ما الجائزة؟ رباط؟ كأس؟ مهلا، هل هو تاج؟ إنه تاج، صحيح؟ آسفة، لا يوجد تاج. إكليل إذن؟
لا. مكبس شعر؟ لا. حسناً، ألم تعجبك قلعتي؟ إنها أكثر منزل لامعاً ومتألق. إنها كذلك، ولكن برجك الجديد يعكس ضوءاً كثيراً لدرجة أنه يعمل مملكة. إذن الجميع يرون كريستالي؟ إذا كان ساطعاً جداً، ضعوا نظارات شمسية. ميو، ما هذا؟ هل انخفضت قلعتك للتو؟ قلعتي؟ لا تكوني سخيفة، أرجو المعذرة. سأراقب الجريزمو وهم يضعون المزيد من الكريستال اللامع. وداعا. أهلا أيها الجريزمو الصغير. تريدون أن ننزل إلى هناك؟ أعتقد أنه يقصد بنعم. هل تعيشون هنا تحت قلعة جريزيلدا؟ رائع. هذا الأثاث ليس مريحاً للقطط أبداً، إنها مجرد ملاحظة. انظر يا بي، إنهم يستخرجون كل ذاك الكريستال من تلك الدعامة. أوه لا، برج جريزيلدا الكريستالي أصبح ثقيلاً وسيحطم الدعامة. هذا ما أردت أن تريني إياه؟ أيها المسكين. أوه لا. أمسكت بك. قلعة جريزيلدا تنخفض حقاً ونحن تحتها. اسمعوا جميعاً، لنخرج من هنا قبل أن تنهار الدعامة. شكلوا صفاً واحداً جريزمو. حسناً، إن البرج الكريستالي الجديد يجعل القلعة ثقيلة وهي تنخفض فوق منزلكم الآن. ولكن لا تقلقوا، سنقوم بإقناع جريزيلدا بإزالة الكريستال في الحال. يجب أن نفعل. هذا صحيح. قلعتي الجميلة. جريزيلدا، جريزيلدا. ترو، قلعتي تنخفض. لماذا؟ بسبب ذلك الكريستال. لحظة، لحظة، لحظة. لا تقولي، أكره الأخبار السيئة. حسناً، لن أخبرك. هو سيخبرك. ميو 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 ميو. إنه بسبب الكريستال جريزيلدا. انتهيتي؟ حسناً، انتهيت. يجب أن تهدمي البرج الكريستالي، إنه ثقيل جداً. لكنه لامع جداً، أنا أحبه جداً جداً. أعلم ذلك، لكن إذا لم تهدمي البرج فإن قلعتك ستنخفض وستدمر منزل الجريزمو وتسحقه. لا. أسكتيها. جريزيلدا. آسفة، ليست غلطتي، لم أكن أعلم أين يعيشون. لا بأس، سنحاول أنا وبي أن نبقي القلعة متماسكة بينما تزيلين أنت والجريزمو الكريستال. هذا موافقاً. سأحاول، لا أرى شيئاً يسبب هذا السطوع. لما المكان؟ صحيح، أنا السبب. أيتها الجريزمو، لنبدأ بتكديس الأشياء لتكن عالية قدر الإمكان. فليدعم هذا السقف. نكاد نصل السقف. استمروا بسرعة. ترو، ليس لدينا أشياء كثيرة نكدسها. استخدموا أشياء صغيرة. فكرة رائعة. هاي، المزيد من الأشياء الصغيرة. الحليب. لقد نجحنا، نجحنا. دعمنا السقف وأنقذنا الموقف. كتب التاريخ ستتحدث عن هذا. كلمة إنقاذ ليست مناسبة. لنخرج الجميع من هنا. أيتها الجريزمو، لنخرج من هنا. حسناً، تعرفون ما عليكم فعله. إلى الأمام، سر. بذلنا كل ما بوسعنا، نحتاج الآن إلى مساعدة الأماني. كيوميولو. إلى شجرة الأماني. أسرع، أسرع.
الأمان بخير؟ نعم، كنت أختبر إلى أي ارتفاع تذهب. الوثب ممتع بالفعل، لكن ذاك الضوء الساطع أفزعنا. هذه هي المشكلة، إنه من قلعة غريزيلدا، بنت برجاً كريستالياً طويلاً وهو ينخفض فوق منزل لغريزما. يا للعجب، هذه مشكلة. تعال واجلسا، سنفكر في حل. كيف ستحلين المشكلة؟ حسناً، نحتاج إلى شيء يحجب ذلك الضوء الساطع في الخارج أثناء عملنا. مهلاً، لن أرتدي النظارة رغم أنني اعتدت أن أكون وسيماً، والنظارة جعلتني أبدو وسيماً. أوه بارتلبي، نحتاج إلى شيء يدعم القلعة حتى لا تسحق منزل لغريزما. ليس إلى الأبد، فقط ريثما نهدم البرج لكريستالي ونعيد الكريستال إلى مكانه. يبدو أنك تعرفين ما عليك فعله. حان الوقت لأمانيك الثلاث. أنا جاهزة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة، شاركيني رجاء يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزات. إنها أماني مذهلة. هيا لنتفقد موسوعة الأماني. أمنيتك الأولى هي تيب توب. أمنية تكديس تتألف من أجزاء صغيرة تعمل معا لتبني هياكل أكبر. إيه، يشبهون المهرجين. سيكونون مثاليين لتدعيم سقف منزل لغريزما. والآن أمنيتك الثانية. نعم، زبلو. أمنية تحبس الهواء الساخن داخلها وتتمدد عندما ترتفع. ربما تستطيع مساعدتنا للوصول إلى أعلى البرج حتى نزيل عنه الكريستال. وآخر أمنية لديك هي سليبزي. أمنية تزحلق، لن تستطيع التزحلق بواسطتها إلى الأسفل فقط وإنما للأعلى أيضاً. إنها مميزة. لم أتزحلق باتجاه الأعلى من قبل، لكن كيف يمكن لهذه الأمنية مساعدتي في حل مشكلتي؟ فكري بطريقة ما، أنت بارعة. شكراً يا زي، وشكراً لك يا شجرة الأمان لأنك شاركتني أمنياتك. حسناً، إلى اللقاء زي. بالتوفيق. لنفعل هذا. شكراً لك يوميلا. حسناً بي، علينا أولاً أن ندعم السقف لكي لا ينهار منزل لغريزما. وقت استخدام تيب توب. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظي تيب توب وحققي أمنيتي وأبدأ التكديس. هذا رائع، إنهم ظرفاء جداً. واو، إنهم أقوياء بالفعل. عمل رائع تيب توب. بما أنهم يدعمون القلعة، سنساعد غريزيلدا في إنزال الكريستال. غريزيلدا، كيف تسير الأمور؟ ليست جيدة. الغريزما لا يرون ما يفعلونه. نحتاج إلى حجب الشمس. نعم، يجب أن يكون ضخما. يستطيع زيبلو أن يضخم حجمه لنحجب الضوء. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ زيبلو وحقق أمنيتي. حسنا زيبلو، حان الوقت لتتضخم. مذهل، أصبح ضخما. والذيل
أنا يجب أن يكون زبلون يحجب الضوء. ترو، ساعديني. ها، أمسكتك. هيا بارتلبي، من هنا، من هنا زبلو. نجح الأمر بارتلبي. كل شيء يتمايل. أنا أشعر بالدوار. حسناً، لنسرع وننزل بقية الكريستال ثم نعيده إلى... من الأفضل أن نطمئن على تيب توب. لا تستطيع تيب توب أن تبقي القلعة متماسكة. يجب أن نعيد الكريستال إلى هنا بسرعة ونبني الدعامة. بسرعة أيتها الجريزمو. لا يستطيعون الإسراع أكثر، إنهم متعبون. والآن ترو، خطرت لي فكرة. لقد هبط جريزمو بشكل أسرع بالتزحلق على الكريستال. إذا وضعنا سليبزي قرب البرج فسنتمكن من نقل الكثير من الكريستال إلى الأسفل بشكل أسرع. سليبزي، لنقم ببعض التزحلق. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظي سليبزي وحققي أمنيتي. مرحبا سليبزي، أريدك أن تصنعي زلاقة تصل إلى قمة قلعة غريزيلدا. انطلقي سليبزي. هيا بارتلبي. لكننا في الأسفل. أخبرنا زي إننا نستطيع التزحلق نحو الأسفل والأعلى فوق سليبزي. يجب أن أجرب هذا. لنتزحلق. لنتجه إلى الأعلى. سننعطف. ترو، هذا ليس وقت اللعب. هذا ليس للعب، سيساعدنا لإعادة الكريستال أسفل القلعة. حسناً جميعاً، ضعوا الكريستال فوق سليبزي وسترسلها إلى الأسفل بسرعة. رائع. لا تفرطوا في حماسكم يا أصدقائي. لقد نجحوا. هيا بنا. انظرا، إنهم يعيدون الكريستال ويعيدون بناء الدعامة. شكراً لأنك عملت بجهد كبير. يمكنك الاستراحة الآن. عمل رائع سليبزي وزيبلو. ما كنا لننجح لولاكما. ممتاز. ترو، أنقذت قلعتي. أظن أنني بلغت قليلاً في محاولة التفوق على أبواب الجميع المتألقة. لقد بلغت قليلاً؟ أعلم لم تكن مسابقة، ولكنني أردت الفوز. نعم، لكنك أردت مساعدة الجريزمو أيضاً. هذا هو المهم. إن كنت لا تزالين تريدين إضافة القليل من التألق إلى بابك، لدينا مفاجأة. إنه رائع. شكراً 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 شكراً. هذا واجبنا. ليس ثانية.
مفاجأة. كعكة من أجلي؟ إنها جميلة. والآن لنبدأ هذه الحفلة الرائعة على الفور. في فاي فو فروكي. نعم، بقيت هذه الخيمة منصوبة. استغرقني الأمر 10 محاولات فقط. أنا مذهل. عمل رائع بارتلبي. نسيت أنك في الداخل ترو. أنا آسف. شكرا جزيلا. كنت أجهز أكياس النوم فقط. المكان جميل جدا هنا. لا شيء أروع من التخييم الراقي. التخييم الراقي؟ التخييم الراقي. من يحمل اسم غريزيلدا يخيم بشكل رائع. لا أصدق بأنها وافقت على القدوم معنا. يوجد تراب هنا. تعلمين أن التخييم يعني أن نبتعد عن الحياة المرفهة، صح؟ أوه، صدقيني، أنا أعلم حتى أني لم أحزم غسولي البراق. أليس كذلك فروكي؟ قل لي. إنه جارو. إنه المساعد الذي أحتاج إليه لأجد كنزي الذي فقدته منذ زمان. من يريد وجبة خفيفة؟ أحضرت شطائر براقة. من حزم هذا؟ هذه شطائر براقة. إنها لذيذة وجذابة. اسألي فروكي. عزيزي فروكي، إنه يحبها. وقت الطعام. فروكي، الراقون لا يركضون. هاي. بي لا فو بافي. لا يوجد أفضل من جرو ناعم. هل قلت جرو؟ جرو ناعم ذكي ويحل اللغز. بأنفه يشم ويبحث عن الكنز. تعال وخذ شطيرتك الراقية. روكي عاد. إيو، بيرا كل عام. لقد دخل إلى هنا بالتأكيد. لا، سيضيع جرو الناعم في هذا المكان المريع والفظيع. إنها متاهة، متاهة. وهي ليست فظيعة، إنها خلابة. ولا يمكنكم الدخول إليها. لا تقلقي ترو، سأجد آلة اللعاب الصغيرة تلك هنا في مكان ما. من أنت؟ لم تسمعي قط بقزم المتاهة؟ نحن أشرار، ولكنني لطيف عندما لا أشرف على الحراسة. من يبني شيئاً غير راق هكذا؟ إنه بشع. بنيت المتاهة لأخفي كنزي ثمين من الذين يحاولون سرقته. لكن كنزي ثمين علق هناك. ولسبب وجيه، بيني وبينك وبين الشجرة بنيت هذه المتاهة بشكل كبير وصعب جداً، لدرجة أنني لم أتمكن من إيجاد كنزي. لقد فقدته. لكن الكلب يستطيع إيجاده بحاسة شمه. كلبك صغير سيجد كنزي. أيها القزم، كلا صديقينا في الداخل الآن. يجب أن نجدهما. حسناً، لكن لدخول المتاهة عليك أن تحل الأحجية. كم حبة توت من هذه السلال المليئة بالتوت تستطيعين أن تأكلي بحيث لا تظل معدتك فارغة؟ سأكتشف الأمر. انتظري غريزيلدا، يجب أن نعدها بينما تأكلين. واحدة تلو الأخرى. واحدة؟ الجواب هو حبة توت واحدة. ماذا؟ هذا غير صحيح. أكلت أكثر من حبة توت واحدة. الأحجية تقول كم حبة توت تستطيعين أن تأكلي بحيث لا تظل معدتك فارغة. إن أكلت حبة توت واحدة فهذا يعني أن معدتك ما عادت فارغة. غير معقول. هذا صحيح. يمكنكما الدخول، ولكن ألقيا نظرة سريعة من الداخل أولاً. واو. إنها رائعة، صحيح؟ ممر واحد يصبح عدة ممرات، ثم تظهر الأبواب فجأة، وسرعان ما يصبح كل شيء ملتوياً ومنعطفاً. ماذا سيحدث لكما عندها؟ سنضيع. وبشكل ميؤوس منه. كما قلت، يمكنكما الدخول، ولكن هذا لا يعني أنكما تستطيعان البقاء في الداخل. هذا الكلام جعلني أرتعش حقاً. أنا شرير بارع. ماذا نفعل ترو؟ لن نجد فروكي وبارتلبي أبداً. لا تقلقي غريزيلدا، سنخرجهما من هناك، ولكننا بحاجة إلى مساعدة الأمان. إن كنت ذاهبة لشجرة الأمان سأذهب معك. ستفعلين بالتأكيد.
إن كنا نريد النجاح فعلينا أن نعمل معاً. كيوميلو! لنذهب إلى شجرة الأمان يا كيوميلو. أنا والأماني نخيم. لقد حصلوا على شارات الاستحقاق. التخييم ممتع. ألا نزال نتحدث عن هذا؟ أصبح التخييم قصة قديمة. نحن لسنا هنا بشأن التخييم، أتينا بشأن المتاهة. متاهة؟ أوه، أحب الأحاجي، يبدو ممتعاً. إنها متاهة عملاقة علق داخلها فروكي وبارتلبي. أوه، هذا لا يبدو ممتعاً. لنجلس ونفكر في الأمر. لا شكراً، الأميرات لا يجلسن على الفطر. ابقي هادئة. ستكونين بخير، سيعود الفطر إلى الأسفل. سينزل. كيف تستطيع الشجرة مساعدتك؟ هذه المتاهة صعبة جداً. جدرانها تتحرك وحدها وما إلى ذلك. نحتاج إلى أمنية تمنعنا من الضياع. النجدة لقد علق. علقت؟ نعم، إن علقنا داخل المتاهة فسنحتاج أمنية تساعدنا على الخروج. شكراً غريزيلدا. العفو. سمعتك شجرة الأماني، حان الوقت لتحصلي على أمنياتك الثلاث. أنا جاهزة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، شاركيني أمنياتك الرائعة. شاركيني أمنياتك الرائعة. شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة. شاركيني رجاء يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية نصنع المعجزة. نصنع المعجزة. يا لها من أمنيات رائعة. لنرى ما جاء في موسوعة الأمان عنها. أمنيتك الأولى دوت سبوت، يستطيع أن يصنع قدر ما تريدين من النقاط. ممتاز، سنستخدم دوت سبوت لنجد طريق العودة خارج المتاهة دون أن نضيع. سنتبع البقعة فقط. الأقمشة المبقعة رائعة، هذه أمنية راقية راقية. أمنيتك الثانية روبر رو، يستطيع هذا الحبل أن يقدم لك مساعدة كبيرة في تسلق الأشياء أو ربطها. قد يساعدنا هذا في سحبنا خارج بقعة صعبة. وأخيراً لدينا سلوثبي، إنه أمنية نادرة وغير عادية حقاً. يستطيع أن يجعل أي شيء يتحرك بشكل بطيء. هذا مذهل، لكني لا أعرف كيف لإبطاء سرعة الأشياء أن يساعدنا على إنقاذ صديقينا. ستجدين طريقة ماترو، أتفق معه وأنا دائماً محقة. شكراً يا زي، وشكراً لك يا شجرة الأمان لأنك شاركتني أمنياتك. وداعاً زي. استمتع بتخديمك. حظاً موفقاً، أنا متأكد ستنجحان. مؤكد. فروكي! فروكي! ماذا يجري هنا؟ كيف أخرج من هنا؟ يجب أن أحذرك، مهارات النينجا التي تخصني مدهشة. فروكي! كم أنا سعيد برؤيتك! كنت سعيداً برؤيتك! لا! انتبه أين تضع قدمك هنا؟ هذه المتاهة مليئة بالأفخاخ! اهرب! قد علمنا! شكراً كيوميلو! هاي! أنتما عودا إلى هنا!
فروكي، يجب أن أخرج من هذه المتاهة. ارفعني قليلاً. فروكي، هذا ليس وقتاً مناسباً لتجلس على مؤخرتك. رائع، مؤخرتك هي الأفضل. انتظرني. هل سمعت ذلك؟ ذلك صوت بارتلبي. نسير في الاتجاه الصحيح. كيف نستمر في السير هكذا؟ هناك الكثير من الممرات. سنعمل معاً على إيجاد الممرات الصحيحة، ولكن لنحرص على أننا سنجد طريق العودة خارج هذه المتاهة قبل أن نتعمق أكثر. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ دوتسبوت وحقق أمنيتي. دوتسبوت، هلا خلفت أثراً من النقاط خلفنا أثناء سيرنا؟ نقاط وردية؟ وكأنه يعرفني. فروكي، أين أنت؟ بارتلبي. يا للذكاء الشديد، الجزء اللطيف مني كان ليترك هذه النقاط، ولكن يجب أن يجد الكلب كنزي الذي فقدته منذ زمن، لذا سأكون قزما شريرا. نحن نسير منذ مدة طويلة. جريزيلدا، انظري، لقد وقعت هناك من قبل. هذا يعني أننا مررنا من هنا من قبل. نحن ندور في حلقات. مستحيل، كيف يعقل هذا؟ لا أعلم، لا يزال دوتسبوت يضع النقاط. إذا كان المفروض أن نعرف ذلك. إلا إذا كان القزم يسرق نقاطنا. إنه شرير كبير. من دون تلك النقاط التي ترينا أين كنا، لن نتمكن من الخروج. سنحل تلك المشكلة لاحقاً. علينا الآن أن نمنع القزم من محاولة إيقافنا. دوتسبوت، هل تستطيع أن تصنع لنا بقعة كبيرة وعملاقة؟ شكراً دوتسبوت، سيمنح ذلك القزم كثيراً وهو يرفع هذه النقطة. هيا بنا. نقطة كبيرة، وكأن هذا سيضيفني. فروكي، توقف، لن نخرج من هذه المتاهة أبداً إن علقنا. سأذهب أولاً ثم ستفعل أنت. ماذا قلت لك؟ القزم! إنه مجرد باب رسم القزم علي. القزم! مجرد باب آخر عليه قزم. هذا أسوأ من الذي قبله. أسمع هذا كثيراً. كي تستمرا في عبور متاهتي، عليكما أن تجيبا على أحجية أخرى. إن لم تحلا أحجيتي قبل غرق حمام الطيور هذا في الأرض، فعليكما أن تغادرا متاهتي وإلى الأبد. أخبرنا أحجيتك أيها القزم، نحن مستعدتان. إنه جزء من الطائر، ولكنه ليس في السماء. يستطيع دخول حمام الطيور دون أن يتبلل. ماذا يكون؟ يستطيع دخول الحمام دون أن يتبلل؟ ابطه ذو الرائحة الكريهة؟ لا أستطيع النظر إليه جيداً. بسرعة، حاول الإمساك به. هذا الطائر سريع جداً، لدينا فرصة أكبر في إمساكي حتى ظله. ظله؟ الطائر في السماء، ولكن ظله على الأرض، ويمكن لظله أن يدخل الحمام دون أن يتبلل. أعرف الجواب، إنه الظل. لا أصدق، أصبت ثانية. يمكنكما العبور ثانية، ولكنني سأكون عند كل زاوية لأعطيكما المزيد من الأحاجة إلى أن تستسلما أخيراً. أراكما قريباً، أقصد أراكما قريباً.
كيف سنوقف هذا القزم من محاولة إيقافنا؟ لنفكر في الأمر قليلاً. يجب أن نبتعد عنه، ولكنه يعرف هذه المتاهة جيداً. نعم، إنه محتال. علينا أن نخفف سرعته بما يكفي لندرك فروكي وبارتلبي. ولدي أمنية لتحقيق ذلك. سلوث بي، احذر أمنات. انتظر قليلاً. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ يا سلوث بي وحقق أمنيتي. مرحبا سلوث بي، لنبطئ حركة هذا القزم المحب للأحاجي. إليكم الأحجية القادمة. ما الذي يقفز في الهواء؟ ولكنه لا ينزل ثانية أبدا. أنت وداعا أيها البطيء. ابق معه يا سلوث بي، أبقي لطيفا وبطيئا. شكرا. من هنا. أما كان بإمكانك الانتظار حتى أمر أولاً. الأميرة أولاً، تعلمين هذا؟ توقف روكي، ذكرني أن أضيفه إلى قائمة الملابس الوسخة. روكي، أين أنت يا صديقي؟ ذو الرائحة الكريهة معي، نحن هنا أياً كان هذا المكان. بارتلبي، نحن قادمتان. يجب أن أعيقهما. روكي، قادمتان. بارتلبي. ترو، ما قصة هذه المتاهة المجنونة؟ هذا محبط جداً. فروكي، الوقت ليس مناسباً الآن كي... مهلاً، مؤخرتك أنقذتنا المرة السابقة. استمر، حرك ذيلك أيها الصغير. لقد نجح. مياو. فروكي. بارتلبي. ترو، أنا سعيد جداً برؤيتك. هل اشتقت لي؟ بالطبع بارتلبي، هل أنتما بخير؟ نعم، ولكننا عالقان هنا، وفروكي يفكر في إعطاء المزيد من القبل المليئة باللعاب النجدة. سنخرجكما حالاً. سلوثبي، لا، لقد نفدت قوى. لابد أن هذا يعني... أنا ثانيةً، لن أفرض عليكما المزيد من الأحاجي. سأطردكما خارج متاهتي الآن. بلان، هذه الحفرة، تذكرت الآن، هنا دفنت كنزي. نعم، والكلب وجده. هي لا 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 لا. عصاي شليلي، هذه كارثة، لا أستطيع إخراجهما من دون مساعدة عصاي. لن أغادر هذه المتاهة من دون صديقي فروكي، هل تفهم؟ نعم مذهل، أنت تصلحين لتكوني قزم متاهة. لا تقلق، لدي أمنية ستساعد على إخراجهما. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ روبر رو وحقق أمنيتي. مرحبا روبر رو، أحتاج إلى حبل كي أتمكن من إخراج صديقنا من هذه الحفرة. هل ساعدتنا؟ هيا ينطلق يا حبل روبر رو. تمسك بالحبل. أمسكت به. لماذا لا نتحرك؟ فروكي، أترك لك شيء. لا، إنه كنزي، لقد وجده. لا جدوى من كنزك إن كان صديقانا لا يستطيعان إحضاره لأنهما عالقان. إنها غلطتي أنا، يجب أن أصلح الأمر. سأتي لإنقاذك أيها الكلب. وأنا. رائع، غير معقول، أريد واحدة أخرى. وأنا لست قوياً بما يكفي لأفعل هذا وحدي. نعم، فك ذاك الكلب فولاذي. أيها القزم، نستطيع مساعدة بعضنا لنخرج من هذه الورطة. تريدين منا أن نساعده؟ ظل يحاول إيقافنا طوال اليوم. الطريقة الوحيدة لإخراج الجميع هي بالعمل معاً يا جريزلدا. لك ذلك.
أنت مستعد يا روبرو؟ مستعدة يا جريزيلدا؟ أها، ليت العمل معاً لم يكن يعني أن أمسك هاتين القدمين الوسختين. غسلتهم العام الماضي. هذا ليس جيداً. هيا أنت كيدي. هيا يا آلة أسرار اللعاب لنذهب. اسحب معي يا روبرو، نستطيع فعل هذا. لقد نجحنا، أحسنت صنعاً يا روبرو. عزيزي فروكي، كنزي العزيز. شكراً، شكراً لكم جميعاً، العمل معاً نجح بالفعل. عرفت أنه سيفعل. كنزك عظمة كلب؟ نعم، لهذا السبب كنت أحتاج إلى كلب كي يجدها. ها؟ وضعت صديقي العزيز في ورطة كبيرة لتحصل على عظمة كلب براقة تافهة؟ أنت شرير. أنتم على حق، كنت شريراً معكم طوال اليوم. أنا أفعل هذا لأمنع الناس من دخول المتاهة والضياع داخلها. أرجو أن تتمكنوا من مسامحتي. خذ إنها لك. بقيت تقول إنك قزم شرير، ولكنك تستطيع أن تكون لطيفاً. قدمت كنزك إلى كنزي أنا؟ كيف أقاوم هذا الظريف الصغير؟ أظن أنك تستطيع القدوم لزيارة فروكي أحياناً. حقاً؟ شكراً لك، شكراً. أنا أقول أميرات. كيف سنخرج من هنا؟ اتبعوا صاحب حاسة الشم الخارقة. رائع، هذا راق جدا. ما معنى ذلك؟ يعني براق، ستحب ذلك. هيا. الحفلة الراقصة الرائعة. البالونات. آسف ترو. لا بأس يا بارتلبي، لدينا الكثير من الزينة التي سنعلقها ولن تنفجر. هذا رائع، شكرا ترو. وعندما ننتهي سيكون مدرج الألوان رائعا جدا. سيكون رائعا جدا لحفلة ملكي قوس قزح. الحفلة الراقصة الرائعة. شكرا لأنكما بدأتما بالتزيين، لكن حان الوقت لتدعو الأمر لمخططة الحفلات المحترفة. أنا ولن تكون زينتي الشيء الوحيد الذي يستحق المشاهدة. أنت راقصة بارعة يا جريزيلدا. أعلم، وبعد تحضيرات وعندما تبدأ الحفلة الراقصة سيعلم الجميع في كل مكان بذلك. حسناً، حان وقت اللعب. سعيد أنك تستمتع بوقتك، كفى أن تلميثني. مهلاً، سأساعدك. شكراً على رقصة. هذا من دواعي سروري. ترو، مرحباً، كيف تسير تحضيرات الحفلة الراقصة الرائعة؟ إنها رائعة جداً، نكاد ننتهي. والأفضل من هذا أن الملحن بينجو بانجو سيأتي ليعزف لنا بعض الألحان. يا للروعة، ستكون كل أعين المملكة مركزة عليه. كل الأعين؟ فرصتي. ترو، هل يمكن أن تذهبي إلى محطة ترانزيت كي تحضريه إلى هنا؟ بالطبع أيها الملك، يسرني ذلك. ولكنها مشغولة بتعليق الزينة. ولكن لا تقلق أرجوك، أنا سأحضر وينجو كلانجو. بل بينجو بانجو. قلت هذا، وداعاً. فرصتي لأسمع موسيقى بينجو دينجو قبل الحفلة. لطف منها أن تذهب وتحضر بينجو بانجو من أجلنا. كان ذلك لطيفاً، إن ربما أكثر من اللازم. باسم ملك قوس قزح، أرحب بك يا بلينجو بونجو. شكراً لك. ها؟ ماذا؟ لا لا، ليس أنت. جميل. توقف فروكي. شكرا أيها الكلب الصغير. أوه، هذا أنت أخيرا. نعم، أدعى بينجو.
بابا بانجو. أهلا بلينجو بلانجو. اسمي بينجو بانجو. قلت هذا. وأنا كريزيلدا. متحمسون لسماع موسيقاك في الحفلة الراقصة الرائعة. هذا رائع. أنا متوتر قليلا ولكنني مستعد لهذا. اطمئن، عندما أرقص على أنغام موسيقاك ستتركز العيون علي. أوه رائع، أظن ذلك. الآن لنذهب إلى قصر جراند هول حيث أستطيع، يعني نستطيع التدرب. ماذا؟ أريد أن أسمع ما لديك. رائع، يبدو مدرج الألوان رائعاً. قمنا بتزيينه بشكل رائع. البالونات في الأعلى، أشرطة زينة معلقة، عمود الخدش جاهز. إن أراد أحد ما أن يقوم بالخدش، حسناً العمود من أجلي. مهلاً، عرفت ماذا نسينا. ماذا؟ وقت القيلولة. وقت الطعام. ستعود جرازيلدا قريباً مع بينجو بانجو، سأوقظك حينها. والآن أيتها الجريزمو، تظاهروا بأنكم الجمهور وشاهدوا، سأظهر على المسرح، فهمتم؟ الموسيقى. توقفوا توقفوا، اعزف لحنا أستطيع الرقص على أنغامه بدون أي مشاركة من أحد. سأبدأ من جديد. لا أحد يرقص على هذا، حتى أنا الراقصة البارعة. أنا منزعجة جداً. أنا آسف. إن كنت لا أستطيع العزف من أجل راقصة بارعة مثلك، فربما أقول. ملحناً مريعاً. ستعزف أفضل. لا تريد أن تخيب ظن ملك قوس قزح وأولئك الأشخاص في الحفلة. حسناً، ابدأ العزف ثانية. ابدأ. وينجو كلانجو. فظ. وكنت أرى حلماً رائعاً عن البسكويت اللذيذ عندما أيقظتني. كانت قطع البسكويت ترقص على طرف لساني. البسكويت اللذيذ، إنه لذيذ جداً ومقرمش. مقرمش جداً. يبدو أن حلمك لذيذ، ولكن لدينا مشكلة. لم تأتي جريزيلدا وبينجو بانجو إلى مدرج الألوان، وأنا لا أراهما هنا. أرى بعيني شيئاً له شكل بينجو. ها؟ بينجو بانجو هناك. إنه يغادر. توقف. انتظر يا بينجو بانجو. انتظر. بينجو بانجو. توقف. عد. رو، أوقف الحافلة. هذا رائع. لم يعد لدينا أي ملحن من أجل الحفلة الراقصة. ماذا حدث؟ لماذا لم تستقبل بينجو بانجو؟ فعلت ذلك. جاء إلى قلعتي ليتدرب، ولكنه لم يعزف جيداً مطلقاً. حقاً؟ هذا مستبعد عنه. ثم قال إنه ملحن مريع وغادر ببساطة. أين سنجد ملحناً آخر الآن؟ لن نحتاج إلى ملحن آخر، علينا فقط أن نجعله يشعر بالتحسن. نحتاج إلى مساعدة الأمان. كيوميولو. كيوميولو، مستعد لأخذنا إلى شجرة الأمان؟ لنذهب إذن. شكراً كيوميولو. مرحباً زي. مرحباً زي. مرحباً بكما. ما هذا الذي تستخدمه؟ هذا مقراب الأمان لأرى داخل الأمنية وأعرف عن مزاجها. مزاجي؟ ها؟ السمات التي تتمتع بها. تريان لها مركز من الفقاعات، يعني أنها تحب الضحك. رقيبة. شكراً لك. مستعدان للحفلة الراقصة الرائعة؟ ليس تماماً، لقد غادر ملحننا بينجو بانجو. لا، لا موسيقى من دون ملحن. لنفكر قليلاً. إذا
إذن لماذا غادر بينجو بانجو؟ قالت غريزيلدا إنه لم يكن يعزف جيدا، وعندما رأيناه بدأ منزعجا جدا. لقد أخبر غريزيلدا بأنه ملحن مريع. يبدو أنه قد فقد ثقته بنفسه للأسف. ثقته؟ طبعا ثقته. ما معنى ثقته؟ أن تتأكد بأنك بارع. إذن إذا شعرت بأني بارع في ممارسة حركات الهرارة جيدا، يعني تتمتع بالثقة. نعم هذا صحيح. أقفز وأدور وأركل. لكن إذا شعر بينجو بانجو بأنه لا يستطيع عزف الموسيقى، يعني فقد ثقته بنفسه. علي استعادة ثقته بنفسه. أنا بارع أيضا في القفز والدوران والسقوط. حركات رائعة بارتلبي. إنها ثقة. أعتقد تحسين مزاج بينجو بانجو خطوة أولى ومهمة. وقد كان هادئا جدا عندما رأيناه. ربما يحتاج شيئا يساعده على أن يكون صاخبا، ويحتاج إلى استعادة إيقاعه. هذه الأمور مهمة للملحن. حان الوقت لأمنياتك الثلاث. أنا جاهزة. يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة، شاركيني رجاء يا شجرة الأمنية. بالمزيد لنتفقد موسوعة الأمان. نعم، ها هو. أمنية شمشم استثنائية في الاهتزاز. الاهتزاز؟ تستطيع أن تهز أذرعها في كل مكان معاً. هذا رائع. نحن نريد إبهاج بينجو بانجو، لذا سأطلب من شمشم الاهتزاز إلى أن يضحك بينجو بانجو. لن يستغرق هذا وقتاً طويلاً. أمنيتك الثانية. ها هي. بوم بوم يستطيع أن يجعل الهمسات الهادئة الصاخبة. إنها الأمنية الأمثل لملحن هادئ. ماذا قلتي؟ أنا لا أسمع. أين أمنيتك الثالثة؟ ها هي. بيبو يقفز كثيراً بسرعات وأشكال مختلفة. كيف يمكن للقفز أن يجعل بينجو بانجو يشعر بالتحسن؟ لكن يسرني أن أحاول. شكراً يا زي، وشكراً لك يا شجرة الأمان لأنك شاركتني أمنياتك. لنجد بينجو بانجو ونساعده على استعادة ثقته بنفسه. إلى اللقاء زي. بالتوفيق. ها هو بينجو بانجو. يبدو أنه يتجه إلى الغابة اللانهائية. علينا أن نوقفه. أوبس. أعرف ماذا سأقول له. بينجو بانجو الشهير. بينجو بانجو، هذا أنت. نحب موسيقاك. لماذا؟ فأنا ملحن مريع. حسناً، لماذا لم يفرح؟ أدعى ترو، وهذا بارتلبي. أتينا لنأخذك إلى الحفلة الراقصة الرائعة. لا أستطيع العزف هناك، أنا آسف. عجباً، يجب أن نفعل شيئاً ما. الآن سأستخدم أمنيتي الأولى. زب زب زو، أنا أختارك. استيقظي يا شمشم وحققي أمنيتي. حسناً يا شمشم، هلا قمت ببعض الحركات الاهتزازية كي تجعل بينجو بانجو يضحك. أنا أهتز كالهلام. لم ينجح. لنحاول ثانية. اهتزي أكثر يا شمشم.
أنا أهتز كالهلام، يجعل بطني يهتز. إنه الاهتزاز. اهتزاز اهتزاز، أنا أهتز وأدور وأتمايل كالهلام. أهتز كالهلام تماماً. رائع، لقد أصدر ذلك صوتاً مذهلاً. دعني أحاول. أجل، إنه صوت رائع. بوم بوم بوم. لقد خطرت لي فكرة. يحب بينجو بانجو الألحان الموسيقية. إذا أحدثنا المزيد منها فقد يشعر بالابتهاج. أعلم أنك تحاول ألا تضحك. هيا، أنا أرى ابتسامة صغيرة لنجعلها أكبر. حسناً، لقد نلت مني. لقد جعلتني أضحك. بارعة. شكراً، شكراً لك يا شمشم، أحسنت في الاهتزاز. حان الوقت لتعودي إلى الحقيبة. هل تشعر بالتحسن؟ نعم، شكراً. هل أنت مستعد لعزف الموسيقى في الحفلة الراقصة الرائعة؟ لا أعلم، أريد ذلك، ولكن ماذا لو كنت مريعاً؟ لما لا تحاول عزف الموسيقى هنا؟ لا يوجد جمهور، نحن فقط. حسناً، سأبدأ. أحسنت، يمكنك ذلك. لا أستطيع، أنا مريع، لا أستطيع. لا، بينجو بانجو، انتظر. لا، كف عن اللحاق بي. أراه يختبئ خلف شجرة، اختبأت مرات عديدة خلفها، ليس جيداً. بينجو بانجو، كنت جيداً، عليك فقط أن تتحمس أكثر، إنك تبرع في عزف الموسيقى. كنت أبرع في عزف الموسيقى، أما الآن فسأخيب ظن الجميع. لا تزال ثقته بنفسه قليلة. كيف سنجعله يعزف في الحفلة الراقصة الرائعة إن كنا لا نستطيع عمل هذا؟ ليس من أجلنا بل معنا. هيا. صوت رائع. عندما عزفت على وتر شمشم انضم إلينا بينجو بانجو وعزف لحنه. إذا عزفنا أغنية كاملة فربما ينضم إلينا ثانية. فكرة رائعة ترو، فلنعزف بعض الموسيقى. قلت يكفي. نحن بحاجة إلى مزيد من التدريب. نحتاج إلى شخص ما يزودنا بإيقاع موحد لنعزف على أنغامه. مهلا، خطرت لي فكرة. تستطيع أمنية بيبو أن تحافظ على الإيقاع بالقفز. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ يا بيبو وحقق لي أمنيتي. بيبو، أمستعد لإصدار إيقاع يساعدنا على تحريك أقدامنا؟ حسناً بيبو، أريني كيف. مهلاً مهلاً، ليس بهذه السرعة. هل تستطيع القفز في إيقاع منتظم؟ بام 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 بام. رائع. سنبدأ. الجميع يرقصون. أنت ملحن رائع. شكراً ترو، هذا يعني للكثير. إذن ماذا ننتظر؟ هناك حفلة راقصة رائعة تحتاج إلى موسيقى.
راقصة رائعة لننا. اذهب أولا، لا أعرف كيف أصل إلى هنا. رائع، اسمعوا صوت الجماهير. يبدو أنهم مستعدون لرقص. هل أنت مستعد لتحميسهم يا بينجو بانجو؟ أعتقد ذلك. ربما أنا نعم نعم أنا مستعد. نعم مهلا. لا، بعد التفكير في الأمر لست مستعدا. ألا تزال غير مستعد للعزف في الحفلة؟ كنت مستعدا لذلك، والآن لست متأكدا. مرحبا جينجو كلينجو، اسمي بينجو بانجو. قلت هذا، لقد عدت. الحفلة الراقصة ستحظى بملحن رغم كل شيء. لا أعلم بشأن هذا، هناك من يعتقد بأنني لست جيدا. غريزيلدا، عندما أخبرته أنه لا يحسن العزف فقد صدقك وأحس باستياء شديد. حقا؟ لم أقصد أن يستاء، ولكن إن كان لا يريد العزف فلا مشكلة، أحضرت معي ملحني الخاص. هيا فروكي ابدأ العزف، سيبدأ الآن. فروكي ويكيكينز، تستطيع أن تفعل هذا؟ أرجوك. يجب أن يكتفي بجعل لعابه يسيل. حسناً، اجعلوا الملحن يعزف حتى يرقص الجميع. نعم. فقد أردت أن أتميز. غريزيلدا، الجميع يحبون الرقص، ولكننا نحظى بالمتعة الأكبر عندما نرقص كلنا معاً. لدي خبر سيء، لن تكون هناك حفلة راقصة. ملك قوس قزح، ما المشكلة؟ انظروا، ليس لدينا جمهور. أولا، إذن تلك الضجة التي سمعناها لم تكن صوت دخول الناس إلى مدرج الألوان، وإنما صوتهم وهم يغادرون. عندما لم يظهر بينجو بانجو قرروا العودة إلى بيوتهم. يا للمصيبة، لا يوجد شيء رائع في هذا الأمر. بينجو بانجو هنا أيها الملك، نستطيع إنقاذ الحفلة. لكن كيف؟ لم يتبقى أحد. أنت الوحيد الذي يستطيع إنقاذ الحفلة الراقصة الرائعة يا بينجو بانجو، هل تستطيع ذلك؟ أنقذ الحفلة؟ أجل، أستطيع. لنرقص لنرقص لنرقص، هيا هيا هيا، استعدوا لنرقص. لا أفهم، أنا أعزف بشكل رائع ولكن لم يعد أحد. ربما لا يسمعونك، لا تقلق، سأتولى الأمر. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ يا بوم بوم، وحقق لي أمنيتي. حسنا بوم بوم، هل أنت مستعد لتضخيم الصوت؟ لنرسل هذه الموسيقى إلى كل الأنحاء. لقد نجحت وأنقذت حفلتنا الراقصة الرائعة. شكرا ترو، ما كنت لأعود إلى المسرح لو لم تساعديني. نعم، في أي لحظة الآن سيبدأ الجميع بالرقص. سيكون من الأفضل أن تشجعيهم على الرقص. كنت محقة، الرقص مع الآخرين ممتع. رقصك رائع يا غريزيلدا، هكذا تكون بالفعل الحفلة الراقصة الرائعة. شكرا ترو، سعيدة بتقديم المساعدة. مجالسة اليتي. قرية اليتي، المحطة القادمة. هل وصلنا؟ هل وصلنا؟ هل وصلنا؟ وصلنا؟ غادرنا للتو يا بارتلبي، لا ألومك لكونك متحمساً جداً. لا أطيق الانتظار لرعاية توأم اليتي الثلاثي. وأنا أجل، ثلاثة من صغار يتي يعادلون ثلاثة أضعاف من المتعة، لذلك وضبت.
جميع ألعابي. لا أدري إن كانوا سيحبون الصافرة أو كرات القصدير أو الوجوه المضحكة. واثقة أن أطفال اليتي سيحبون ألعابك. شكراً لإحضارها يا بارتلبي، وشكراً لك يا غريزيلدا لقدومك للمساعدة. لا شكر على واجب. أتعرفين أنا خبيرة فيما يتعلق بالأطفال. أنظرا، أحضرت معي كتاب كيف تربي فروكي بقلم أكثر الكتاب روعة في الدنيا. أنا فصل كامل عن حديث الطفل. أنا فصيحة. اسمع بارتلبي، الطفل الصغير متحمس لرؤية يتي ويتيس. إنها جيدة. أنت خبيرة أطفال حقا. ربيت فروكي بنفسي وكبر بشكل مثالي. مجلسة الأطفال ستكون سهلة. علينا فقط أن نتذكر ألا نجلس على الأطفال. فهمتي يا غريزيلدا؟ لا جلوس على الأطفال أبدا. أنظر، لدي فصل كامل كيف عليك ألا تجلس على الأطفال. المحطة الأخيرة، قرية اليتي. وصلنا. سيكون هذا رائعا جدا. أهلا. مرحبا يا أورغ، نحن مستعدون لمجالسة توائمك الثلاثة. أحضرت كتابي عن تدريب فروكي. وأنا أحضرت كل ألعابي. مرحبا سنيك. أهلا صغار. بروك، يورك، فلوف. جميلات كفاية ليكن أميرات. حسناً، حصل الصغار على قيلولة للتو. وتناولوا قليلاً من توت النومل. والآن هم مستعدون للعب. هل قال أحدكم وقت اللعب؟ لا، ليس هذا. نعم، ماذا سنلعب؟ الإمساك لاحق ذيلك بشكل دائري؟ أم لعبة العناق؟ يستطيع فروكي لعب هذا لساعات. ووووووو. لا 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 لا. لا. نراكم عند المغيب. سنتأكد من وجودهن في سريرهن. أيتها اللطيفات، من هي المستعدة لتدغدغ هترو؟ هاي، أين اختفين؟ أمسكت غروك. كنت ممسكا بها. لا أحد يلبس التاج. انزلي، اجلسي. لا، مكانك. حسنا، انت فتاة جيدة غروك. تعبت يداي. سأضعك أرضا. حسنا، من يرغب بالذهاب في رحلة على ظهري؟ يورك، ها انت هنا ايتها الفتاة المضحكة. امساكة نينجا ممتازة بي. لا تحرجي، صادقني. أظن أن علينا أخذ حزمة المرح هذه إلى الخارج، حيث الأشياء أقل قابلية للكسر. من يرغب بالذهاب في رحلة صغيرة في العربة؟ لحظة، نحتاج للألعاب. فروكي لا يغادر المنزل أبداً دون لعبة المضغ المفضلة لديه. ماذا لديك يا بي؟ لنرى الفأر ذو الصافرة. لا لا لا، كرة الصوف. أي يريدها أحد؟ حسناً. إذا فكرنا بيتي فإنهم سيحبون كرات القصدير. الصغيرات غادرن بدوننا. حسناً، من يريد دفعة من العنبر تلبي؟ بعد أن يأخذ قسطاً من الراحة.
فلوف، يا لحم الوضعية اللطيفة، أثبتي الآن، علي أن أصور هذا. جاهزة؟ قولي أنا لطيفة. انزلي إلى هنا، هيا. الشيء الوحيد الألطف من الأميرة هو أميرة مع صغيريتي. نزهة لطيفة على ضفة النهر. أنت محقة يا ترو، هذا يبدو أقل قفزاً وتحطيماً. ها أرأيتم؟ أليس مسلياً؟ أظنها تريد شم الشجرة. يحب فريكي شم الأشجار كثيراً وعندها... شكراً جروك، ولكن علينا وضعها أرضاً الآن. حسناً؟ مهلاً، عنيت أن أعيدها إلى مكانها. عمل جيد فلوف. أري جروك كيفية اللعب لطفا مع الأشجار. الشجرة تتجه نحو الجسر. أترو، هذه كمية كبيرة من الماء. من الأفضل الذهاب لإيجادها ونرى بعدها ماذا سنفعل. واثقة أن هناك شيئا ما عن كل هذا في كتابي. كنتن. ها هن، ابقين في أماكنكن ونحن قادمون لأخذكن. هيا بسرعة، اقفزا. يجعلنها سهلة جدا. هذا لا يشبه أبدا تدريب فروكي. ستساعدنا الأماني كيميولو. كان هذا وشيكا. شكرا. غريزيلدا، هل لديك مانع في مراقبة التوائم؟ طبعا لا، أنا المسؤولة كالمعتاد. عظيم، سنعود على الفور. فلنذهب إلى شجرة الأماني. هيا كيميولو. زي. أهلا ترو، أهلا بارتلبي. كيف مجالسة الأطفال؟ مشكلة كبيرة. خرج توائم اليتي الثلاثة من العربة. وجدناهن وعندها بدأنا باقتلاع الأشجار. سد النهر وقرية اليتي غمرت بالمياه وغريزيلدا تطفو هناك. والصغيرات مستيقظات. وسيعود أورج وسنيك إلى المنزل في أي دقيقة. معادلات غير متوازنة، هذه مشكلة كبيرة. لنجلس ونفكر قليلا. حسنا ترو، كيف ستساعدك شجرة الأماني؟ حسنا، التوائم بخير، لذلك أولا علينا أن نوقف الفيضان في قرية الياتي. فكرة جيدة، عليك معالجة المشكلة الأكبر أولا. هناك الكثير من المياه حيث إن كل شيء يطوف. والسير على الأخشاب أصعب كثيرا مما يبدو. فعلا، لكنه سهل على التوائم، يستحيل اللحاق بهن، لذا نريد طريقة لتطويقهن.
سمعتك شجرة الأمان ترو، حان الوقت لحصولك على أمنياتك. أنا مستعدة. يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، شاركينا أمنياتك المذهلة. شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة. شاركيني رجاءً يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزات. تويستي. لدي شعور رائع عن هذه الأماني، لنرى ماذا ستقول الموسوعة عنهم. هذا هو جرابلو. جرابلو. لدى جرابلو قدرة على إمساك الأشياء، وبإمكانه أن يمسك أي شيء وحتى رفع أثقل الأغراض. رائع، بإمكانك يا جرابلو مساعدتنا في فتح النهر. الأمنية التالية هي هاكزي. أجل، أمنية مسلية. هاكزي يحب لف أي أحد في عناق قوي ومتين. من لا يحب العناق؟ العناق. بإمكانك يا هاكزي مساعدتنا في إمساك التوائم. وأخيراً وبالتأكيد ليس آخراً، لدينا تويستي، أمنية خارقة للقوة. من الرائع رؤيتك مرة أخرى يا تويستي. يحمل تويستي قوة طبيعية، يمكنه برم أي شيء حتى الإعصار القوي. هذا مذهل جداً، لست متأكدة كيف يمكن للبرم مساعدتنا في الفيضان أو صغار اليتي، ولكن أنا متشوقة لأجرب. زو زب زعب، الأماني في حقيبتي. هيا بنا لنصلح قرية اليتي. شكراً زي. إلى اللقاء زي. إلى اللقاء. عمل رائع في مراقبة الصغيرات جريزيلدا. لا مشكلة، تعلمين دائماً أنا رائعة في مجالسة الصغار، والآن أعلم أنني مذهلة في حضانة العربة أيضاً. حان وقت قوة الأمان. لك ذلك كيميلو، إلى الجسر رجاءً. حان وقت أمنيتي الأولى. زب زعب زو، أختارك. استيقظي جرابلو، تحققي يا أمنية. مرحبا جرابلو، أترى الجسر الذي هناك؟ هناك شجرة ضخمة عالقة أسفله، هل بإمكانك إمساكها وإخراجها؟ عظيم. حسنا جرابلو، خذ موقعك. الآن اسحبها. استمر في المحاولة جرابلو. مرحى، مستوى الماء بدأ ينخفض. لاحقاً. جرابلو، كان هذا مثيراً للإعجاب. اضرب كفك جرابلو. أنا بخير. ألطف السمكرياً على الإطلاق. والآن عد إلى الحقيبة. حسناً، وقت تطويق الصغيرات وإعادتهن إلى المنزل قبل الغروب. أين صغيرات اليتي اللطيفات؟ هذا لم يجب على سؤالي. في أي اتجاه ذهبن؟ تتأرجح يورك وفلوف هناك وهناك وهناك. حسناً، ولكن أين جروك؟ أتى الصوت من ذاك الاتجاه. لا تقلقن يا صغيرات، أنا سأقوم بإنزالكن.
ترو، كيف سأقوم بإنزالهن؟ حسناً، سنعطي الصغيرات شيئاً يحببنا. العناق. حان وقت أمنية الثانية. زب زب ذو أخبارك. استيقظ هاكزي. تحققي يا أمنية. حسناً هاكزي، يحتاجنا صغيرات اليتي إلى عناقك القوي والمتين. أنا ده. هذه فرصتك هاكزي، إنه وقت العناق. احتضان جميل هاكزي، يمكنك إفلاتها الآن. شكراً جروك. لنثبتك هنا لنتأكد أنك ستبقين هنا. يورك قادمة. حسناً يا هاكزي، موعد الجولة الثانية. أهلاً يورك. كان ذلك ممتعاً، أليس كذلك؟ أمسكنا صغيرتين حتى الآن وبقيت واحدة. أتمنى أن يكون مخزون العناق لديك ممتلئاً. لا حاجة لذلك، يمكن لهاكزي أن يترك هذا لي. في كتابي فصل كامل عما نفعله عندما يكون فروكي مفلتا من طوقه. تعالي إلى هنا وكوني فتاة لطيفة. عند تدريب فروكي قدم له الطعام كمكافأة. لدي طعام لذيذ. أمسكي. انطلق هاكزي. أمسكت بك. رائع، إمساكة جيدة. شكرا لك. أنتن يدي لطيفات، أنتن كذلك. أجل. شكرا على كل شيء هاكزي. والآن عد إلى الحقيبة. حسناً، انتهى الأمر. لنعدكن إلى منزلكن وسريركن. يشعرن بالنعاس. علمت أن مجالسة الصغار ستكون سهلة. جيد أنك أحضرت كتابك غريزيلدا. إحضارك لألعابك كانت فكرة رائعة بارتلبي. نحن جيدون في مجالسة الأطفال. أوه، يا له من غروب جميل. أحب الطريقة التي أشعر به على وجهي. الغروب. انظرا، أورغ وسنيك في طريق عودتهما من الخارج. أورغ وسنيك؟ أتمنى ألا يريا كومة الأشجار التي هناك. إنها فوضوية. كومة الأشجار؟ أو لا، لا يمكننا ترك قرية يتي هكذا. إزالة الأشجار ليست في كتاب المجلسة. غريزيلدا وبارتلبي، أعيدا صغيرات اليتي إلى أسرتهن قبل وصول أورغ وسنيك. من سينظف الفوضى ترو؟ سأعتني بهذا الأمر. حسناً ترو، نحن لها. حان وقت أمنية الثالثة. زب زب ذو أخبارك. استيقظت وستي. تحققي يا أمنية. مرحبا توستي، نحتاج مساعدتك وبسرعة. أترى تلك الأشجار التي هناك؟ نريد إزالتها قبل أن يصل الأبوان ياتي إلى المنزل. أعلم بأنك تستطيع صنع إعصار قوي لرفعها. إنهما يقتربان أكثر، من الأفضل لنا أن نسرع. التفت يا توستي. حسناً، لنضع هذه الأشجار أرضاً يا توستي. عمل رائع، هيا بنا لنذهب وننضم إلى بارتلبي وغريزيلدا بالتأكيد وضع الصغيرات في أسرتهن.
ويستي، هذه هي فرصتنا. عمل رائع، شكرا جزيلا لك للمساعدة. زوز زبزاب، الأماني في حقيبتي. شكرا على هذا اليوم الممتع، جعلتننا نستنفر طوال الوقت. أتمنى أنكما قضيتما وقتاً رائعاً كالوقت الذي قضيناه مع التوائم الثلاثة. إنهن يعرفن كيف يلعبن بحق. من الجيد أنني كنت هنا لأنه لم يحصل أي أمر سيء بطاقتي. أحضرتما شيئاً لنا؟ لم يكن عليكما فعل ذلك إطلاقاً. عصير فقاعات زاسوني المجمدة. شكراً جزيلاً لكما لأفضل فريق مجالسة أطفال على